خلينا لما حضرتك لو تسمح لي ملف اخر مع الوزير، وامتى حضرتك هتستقبل طالبه بسمله واللي كانت ضحيه لشكل من اشكال التنمر في دمياط؟ والله احنا وصلنا المعلومة دي من خلال السيد الفاضل مدير المديرية الأستاذ سيد سويلم، انه عارف ان في معلم يعني اشار الى بنت باللون واهانها او كشفها في وسط زمايلها، ودي حاجة طبعا يعني مؤذية جدا جدا، فهو خد قرار في المحافظة بإيقافه عن العمل. وانا الحقيقه بفكر في القصه دي كأب، يعني صحيح. طبعا الاشاره لاي طفل باي وصف من الاوصاف على الاطلاق بالوزن او بالشكل او باي صفه شيء منبوذ جدا، واحنا يعني ضده تماما، وطبعا كل المعلمين بيتبعوا هذا ومؤمنين حضرتك بيه، يا فندم عارف فتحصل انه بعض الاخطاء يعني. التنمر موجود انما في انا العالم كله بين الاولاد بين الاطفال، ولكن ان هي تيجي من معلم هي دي اللي صعبه جدا. يعني ثقافه التنمر دي موجوده all over the world، في كل حته، يعني هاي سكول بقى احنا والحاجات. والله يا فندم احنا عملنا حمله مع اجهزه كثيره في الدوله صحيح. ومع منظمه اليونيسيف ضد التنمر، ولكن كويس ان احنا بقينا نتكلم عن الموضوع ده سواء بين الولاد او بين الكبار والولاد، وبناخد خطوات مباشره في ساعتها. يعني بشكر مدير المديريه انه خد قرار حازم سريع جدا، بس انا شفت ان ده مش كفايه اللي صعبان عليا البنت الحقيقه، فعاوز استقبلها ايوه واسلم طبعا عليها واقول لها انها جميله قد ايه، صح عشان بس ما يتكررش تاني، عشان هي ما تتأذيش نفسيا. صحيح. والحقيقه انه ايضا الاجراء اللي تم اخذه بسرعه تجاه هذا المعلم او هذا المدرس يعني اجراء يحترم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور طارق الشوقي وزير التربيه والتعليم، بشكرك يا فندم على كل هذه المعلومات.